طرابلس معنا الباحث السياسي إبراهيم بالقاسم، أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بك، أهلا بك وأهلا بمشاهديك الكرام. كلمة المنفي منذ قليل في أي سياق نضعها؟ أولا بسياق يعني هذا الحدث المهم وهو ذكرى استقلال ليبيا 70 أولا، وأيضا هو ما حدث في مسألة الانتخابات التي لم يحدث أو لم تنجز أو لم تجرى في الموعد المحدد 24 ديسمبر، وهذا يعني ينذر بالسيناريو الذي يعني يحذر منه الآن فخامة الرئيس محمد المنفي، الدكتور محمد المنفي، عندما يتحدث ويقول بأنه يجب المحافظة على سار الطريق والمسار السياسي وعلى أن تجرى الانتخابات في موعدها، تخوفا مما قد يحدث بعد ساعات قليلة بمجرد وصولنا إلى يوم 24 ديسمبر، وهو عملية الفراغ السياسي الذي ستشهده البلاد بشكل فعلي، نظرا لأن هناك أطراف سياسية كانت قد راهنت بشكل واضح وصريح على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وأنها إذا لم تجرى الانتخابات كانت تهدد بشكل واضح وصريح بأنها ستقف أو ستمنع أو ستعرقل أو لن تقبل بالاستمرار بالشكل الحالي. هنا نتحدث عن كثير، مثلا بعض الأطراف في الحكومة كوكيل وزارة الداخلية في شرق ليبيا كان يهدد بأنه سيوقف العمل في المطارات وفي الموانئ والمنافذ، وربما يعزل الشرق عن باقي البلاد، وهناك مؤسسة الوطنية للنفط كانت تتحدث عنها لن تحول إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي وإلى الحكومة وغيرها من هذه التهديدات التي كانت موجودة. نعم سيد إبراهيم القاسم، اليوم ندخل في حالة يعني سيد إبراهيم، نبقى في إطار التصريحات أيضا، ماذا عن تصريحات ويليامز حول ضرورة تحديد تاريخ جديد الانتخابات خلال 30 يوما؟ بمعنى أنه ما اقترحته المفوضية العليا للانتخابات من أن ينتجز الانتخابات بعد شهر واحد ليس حقيقي وليس واقعي وليس منطقي. بالطبع المسألة لها يعني جوانب عدة ومستويات عدة. على مستوى طبعا الفني والتشغيلي بالنسبة للمفوضية العليا للانتخابات المسألة معقدة، لأنه هناك مسألة فتح سجل الناخبين والمرشحين، وهذه المسألة معقدة جدا تأخذ من شهرين إلى ثلاث أشهر. فعندما تتحدث عن تأجيل الموعد شهر واحد، هو لن يتأجل شهر واحد بل سيتأجل ستة شهور حتى تتمكن المفوضية من إغلاق باب الترشح مرة أخرى وتسجيل وإضافة الآخرين. على المستوى السياسي لم يتغير شيء في الظروف السياسية، على مستوى هكذا هي المستويات. الآن ترمي الكرة مرة أخيرة في ملعب مجلس النواب والمفوضية لعلها تنجز شيء، وأعتقد أنه لن يكون هناك تغير في الظروف الحالية، لذا لا أتوقع أن الانتخابات قد تكون قريبة بالرغم من رغبة الجادة والشديدة في مسألة. نعم في هذه الزاوية بالتحديد، هل الطبقة أو الأجواء السياسية بعد هذا الإلغاء تستطيع يمكنها تحديد وإنجاح موعد جديد قبل أجوان المقبل؟ من الصعب، هذا لا يبدو هذا واضحا، لأنه دخلنا في حالة التمترس وحالة التحدق، ويبدو لي أنه بعد ساعات ستبدأ الميادين الليبية في خروج تظاهرات، وتبدأ المؤشرات بنهاية هذه الحسبة أو نهاية هذه السلطة أو البدء في نزول ستار هذه السلطة فعليا. نعم طيب، وسنبدأ الآن في مرحلة جديدة هي أشبه في مرحلة انتقال، لكن انتقال بلا خطة وبلا رؤية، وهذا ما أسميه أنا بالفراغ مرة أخرى. الفراغ بمعنى أن السلطة انتهت مدتها وأنه لا يوجد سلطة جديدة لتستلم منها، فمرحلة انتقالية للمرحلة التمهيدية أساسا قبل أن نجرى الانتخابات أو قبل أن نذهب إلى مسار آخر وهو مسار التسوية السياسية الذي ينتهي مرة أخرى بتشكيل سلطة سياسية جديدة تشرف على الانتخابات. واضح جدا، أشكرك جزيلا شكرا الباحث السياسي السيد إبراهيم بالقاسم، كنت معنا مباشرة من طرابلس الليبية.